بس مديرة حياتي كان ايه الحالة المفرحة اللي جت في حياتك فطلعت لنا مديرة حياتي؟ يا الانسانة اللي في حياتي اللي طالع عينها فهي يعني كنت حاولت اعمل حاجة تقديرا ليها وفي نفس الوقت تفرحها، وسبحان الله يعني كان وشها حلو ونجحت نجاح غريب في وقتها. انا دايما ايه بستنى نجاح الاغاني عندي بعد بعد وقت، لا مديرة حياتي ويمكن وقهوة سادة بس دول اللي نجحوا في نفس الوقت. طب نسمعها بقى يمكن نسمعها. نفرحها تاني ونفرح احنا كمان معاها. في حد يقول على نفسه انا صعب وما تعاشرش؟ تصدقي بالله هي نجحت عشان كده.